جماعه انا اتسرقت حرفيا كده زي ما سمعت بالظبط، ويعني ما اتسرقتش قناه واحده وحياتك القناتين. فيعني لك ان تتخيل ان الواحد قاعد بيتعب عشان خاطر يصور فيديوهات وبقاله كام سنه على اليوتيوب، وفي الاخر الحاجه ديت ممكن تطير منك في ثانيه واحده وبغلطه كمان غريبه جدا. فانا تعالى كده احكي لك الحكايه على السريع. طبعا كلنا عارفين يوم السبت الممتاز، طبعا يوم كله ماتشات كتيره جدا، والواحد بيقعد يتفرج على الماتشات وبعدها بيطلع يصور، وده يعني اللي حصل. المهم طبعا جت الساعه 10، فقلت بقى كده انزل شويه اتفرج على ماتش ريال مدريد يعني مع زمايلي، قلت بقى تابع الاحداث واكتب الكوارث اللي انا شايفها. فالساعه تيجي 11:30 وزوجتي تكلمني تقول لي انت بتحاول تغير الباسوردات بتاعت الجيميلات بتاعتك؟ فبقول لها لا. فطبعا قفلت وقلت افتح الموبايل بتاعي واشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. ابص الاقي نفسي خرجت من الاكونتين بتوعي، وده كله من غير ما يجي لي اشعار واحد على الموبايل بتاعي، رغم يعني ان انا رابط الجيميلين بالموبايل بتاعي وكمان برقمي الاساسي. ومعرفش بصراحه اصلا ده حصل ازاي. انا عايز بس كده اوضح لك نقطه بسيطه، ان كل قناه بجيميل من فاصل ومعمول لها كمان حمايه منفصله، وكمان كل قناه معمول لها ايميل استرجاع لوحده. فانا بجد مش قادر افهم هو ازاي الهاكر ده عرف يوصل للقناتين، رغم ان كل جيميل اصلا مختلف عن التاني وكل حاجه ليها السكيورتي الخاصه بتاعتها، وانا برضو في الاساس ما حملتش اي حاجه على الجهاز عندي ولا حتى كمان ضغطت على اي لينكات مبعوثه لي. ممكن بس كده قبلها بكام يوم حاولت كده انزل حلقه من مسلسل، فجايز ممكن اكون دخلت على موقع بالغلط. فيعني بص لقيت نفسي خرجت من كل الحسابات، وفي نفس الوقت غير ساعتها اسم القناه واللوجو كمان بتاع القناه، ومسح كمان شويه فيديوهات. المهم يعني حاولت اتواصل مع دعم اليوتيوب، وطبعا كلنا عارفين ان بالهم طويل شويه، وبرده فشل. فيعني بالصدفه كده زوجتي كانت بتقلب على اليوتيوب وتشوف طريقه نقدر نرجع بيها القنوات دي، فلقيت قناه العلم والتكنولوجيا، ناس عندهم خبره كبيره جدا في استرجاع القنوات المسروقه. وانا بقول لك مسروق مني قناتين بجيميلين مختلفين، فقلت يعني لازم اتواصل مع المهندس صاحب القناه، المهندس مهنا سليمان. صراحه من الناس المحترمين جدا واللي وقفوا معايا، الحمد لله بفضل ربنا ثم فضله وتعبه عرفنا نرجع القناتين. فيعني بشكرك بجد، ويعني بفضل ربنا ثم تعبك القناتين دول ما كانوش رجعوا. طبعا هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وبرده كمان رقم الواتساب بتاعه عشان برده لو حد حصل معاه نفس الموضوع يعرف يتواصل معاه، وباذن الله هو يقدر يرجع لك القنوات بتاعتك تاني. بس دي بقى القصه القصيره الحزينه اللي انا كنت فيها الكام يوم اللي فاتوا دول. فيعني الحمد لله عدت على خير، واتمنى يعني من كل شخص بيقدم محتوى يخلي باله من الحاجات البسيطه ديت. يلا ربنا يسترها علينا. سلام عليكم.